العنف، الملجأ الأخير للعاجزين. لذا أقترح أن نتفهم بالعقل فهذا أفضل. طارق، ليس وقت كلام. لما لا نشرب الشاي ونأكل معا؟ خفف الكلام وزد من السهام. حسناً، فلنكن عاجزين. ولا تعودوا. ليتنا كنا نتقاضى أجراً على هذا. ننقذ غرباء من أجل الشرف والواجب. إلخ إلخ إلخ. استرح قليلاً يا دانكن. الراحة تحتاج إلى الرخاء، والرخاء يحتاج إلى المال. ربما يمكننا أن نطلب ثمناً لهذه البطولات أو ضريبة تبرع. إنهم ليسوا غرباء بل أصحاب. عمر، يمكنك الخروج. صلاح الدين، إذن فقد وصلتك رسالتي، لكنك تأخرت قليلاً. أحدهم يتبعني، أنقذني. ليست بالرسالة الوافية. في المستقبل أخبرني عن المكان. المكان أرجوك. لما أضيع وقتي في التفاصيل بينما هو مقدر لنا أن نلتقي مجدداً؟ إذن من هذا الكهل؟ هذا هو عمر، صديق قديم منذ زمن في دمشق. كان يحكي الحكايات للأطفال عند البئر. راوي حكايات؟ خاطرت بحياتي من أجل كهل يروي حكايات؟ هذا يكفي، مللت هذا كله. عمر؟ صلاح الدين؟ هل المكان آمن؟ أجل، تعالي يا صغيرتي، قابلي منقذينا. أشكركم جميعاً. أنا زهرة. لا داعي للشكر، تشرفنا. تزوجيني. أعني مرحباً. لطيف، لطيف جداً. حسناً، ثم ماذا حدث؟ أنا بالطبع كنت مسرعاً لإنقاذه. ثم بعد أن خطفوني جعلوني ملكهم. حقاً؟ إذن من كان هؤلاء الرجال؟ النهابون؟ هذا بالطبع أسهل شيء. أي شيء يحدث في الصحراء ويصيح الجميع نهابون؟ الكل يظلمهم. في كل مرة نقابلهم أكاد أقتل على أيديهم، لذا فلا تلوميني. إن معها حق يا صاحبي. ألقي عليهم اللوم دائماً. ربما علينا أن نفحص الأدلة أولاً. لما لا تتعلم من صديقيك؟ ما أريد أن أعلمه هو لما كنتما مطاردين. لا أعرف، يطاردوننا منذ أيام ولم يدركونا أبداً، وكأنهم يسوقوننا. ماذا؟ إلى أين؟ إلى هذا المكان على ما أظن. أخرجني من هنا. لا تتحرك. هل أنا ميت؟ لا، إن كنت ميتاً لن أتألم هكذا. لم أقلق عليك مطلقاً، فالواقع أن مصيرك هو أن تنقذنا. زهرة، هل أنت بخير؟ انظروا، نحن في غرفة مظلمة تحت الأرض. بداية مفرحة. أوصلت لحل؟ ما زلت أفكر. لو أن صلاح الدين هنا لوجد حلاً. ماذا تقول؟ لم أقصد ذلك. ألا تثق بي؟ لا، شيء مؤسف. لا. إلى أين ستذهب؟ لما التردد؟ سوف نتحرك. نصيحة رائعة. مرحبا بكم في بيتي، أنا المضياف. وجود ضيوف يساعدني، أمل العيش هنا وحدي. أنت تعيش هنا؟ أعاني حروق الشمس، والظلام هنا يريحني.
أظنكم تبحثون عن مكان للخروج. شكراً جزيلاً. لحظة، قد يبدو سؤالاً سخيفاً، ولكن هل هناك أي احتمال؟ مثلاً أن نموت؟ في الواقع هناك بعض المفاجآت في طريق العودة للسطح، ولكن ذلك كله جزء من اللعبة. وما طبيعة اللعبة؟ لعبة مميتة. إن والدك يا زهرة له أعداء كثيرون، أثرياء يودون أن يروه يتعذب. والآن وقد وصلت إلى هنا، يمكن لهذا العذاب أن يبدأ ما إن ننهي حياتك. لا شك في أن حياتنا ستنتهي أيضاً. أجل طبعاً، في زيادة السعادة. هذا ما أقوله دائماً، والحظ قد أعطاني العديد من اللاعبين. أم أنه مصيركم؟ بما يتحدث الكل عن مصيرنا؟ على أي حال، اللعبة بسيطة، عودوا إلى السطح بأي طريقة. مرحباً بكم في اللعبة، إنها حقاً لعبة سرداب الحياة. ألا يعجبكم الاسم؟ عندي اسم آخر، ما رأيكم في معبر الموت؟ يجب أن أمضي، احضروا السكاكين. أية سكاكين؟ تحرك! لاعب للموت، ضريب جدا. لا! أنت مستمتع بهذا، أليس كذلك؟ ربما، قليلاً. كان يمكن أن تقول هناك جرف. هذا صعب عليك؟ كان الوقت ضيقاً. كنت أظن أن حياتي لن تصبح أعجب، ثم أحبس في دهاليز تحت الأرض مع مجنون أبرص بقبعة غريبة. كان أبي يحكي لي قصصاً عن أماكن كهذه قبل النوم. قصص عن قتل قبل النوم؟ أي نوع من الآباء هذا؟ لا بأس، فهو أهل للثقة. ماذا؟ هنا رآهم طلائعنا. إن زهرة هنا يا سيدي، فما هي أوامره؟ سوف ندخل ونقتل أي شخص يقف في طريقنا، ونعود بابنتي سالمة. بهرام؟ أبوك هو بهرام؟ سيد النهابين والمجرم المعتوه؟ أنا أدعوه أبي. كنت تعرف ذلك؟ اهدأ يا صلاح الدين، بهرام ليس لديه فكرة عن مكاننا. عمر وعد أن يساعدني كي أستقر في مكاني بدون حياة الترحال الدائم هذا. فليكن. قف! ماذا بعد؟ عمر؟ أجل أراه. عد للخلف ببطء. حسناً، كان ذلك سهلاً. أعني هذه الأحجار تملأ الممر. سنكون بخير إن تحركنا ببطء وحذر. هذا نظريا. المضياف يحاول أن يحدد موقفنا. تعليق ذكي. حسناً، لنجد صلاح الدين ونرحل. قررت شيئاً مؤخراً، أن أختبر الموت مرة واحدة أسبوعياً. يبدو أنك ستغير قراراً. إنه بهرام والنهابون. اختبر. هي في الأسفل، أشعر بذلك. يا رجال،
تحركوا! ولكن يا سيدي، هذا المكان مسكون، من يدخل لا يعود أبداً. أو ربما هذه الهوة لا تنتهي، كثيرون زاروها قبلنا واستضافتهم للأبد. يبدو أن له نهاية فعلاً. أنا بخير! حسناً، لابد من أن هذا طريق الخروج. قفي، كان ذلك سهلاً. سهل؟ هل تعني أن الخناجر الطائرة والرماح القاتلة شيء سهل؟ سنكون بخير. عمر! نحن لن نموت اليوم. هذا ليس يومك. كفاك حديثاً عني. أليس هناك شيء آخر تتحدث به؟ عمر! لم يكن هذا صعباً. أتمنى أن تكف عن قولي هذا. عمر! صلاح الدين! كيف يبدو مصيرنا الآن؟ الله أعلم. النجدة! ساعدني! انتظري! فهمت. هناك نظام محدد. زهرة، أريدك أن تمشي في اتجاهي. لا يهمني ما تريد، أنا لن أتحرك من هنا. تحركي حسب أوامري، ثقي بي. لن أنجو. ستنجين. مستعدة؟ لا. الآن، والآن توقفي. هذا جيد، ستنجحين. الآن توقفي، وخطوة أخيرة. الآن. لا بأس، كدنا نصل. وإن لم ننجو لن نعيش في ندم بعدها. ماذا؟ إنني خفيف الظل. الآن. والآن. خدع وأفخاخ وتحلو الأجواء. أهنئك يا سيدي، ستستمر حياتك. وهو يحب الشعر أيضاً. هاي، أنت شاعر سيء. أنت لا تفهم الشعر؟ هذا شعر بلا قافية، إنه تجريد. أما أنه تجريب، أخلط دائماً بينهما. على أي حال، أنت تذكرني بالأطفال الذين كانوا يسخرون مني في الكتاب. رعاع، شهلة، قذرون، لقد أسموني وجه الجير. لا، يجب أن نتحرك قبل أن يطلق علينا مفاجأة أخرى. كنت أكره هؤلاء الأولاد. لا، عمر، زهرة، هل أنتما بخير؟ نحن بخير، ولكن لا يمكننا المرور. هناك ممر خلفكما، قد يصل بكما حول هذا الحاجز. لا تتركنا. لن أفعل، تحركا بحذر. زهرة، زهرة، أين أنت؟ أجبيني يا فتاة، إياكم وأنجاب الأبناء. نربيهم ونحن عليهم ونجد أنفسنا في دهليز تحت الأرض نبحث عنهم. لا أصدق من أتى لحفلنا، نهبون. من أنت؟ أحضر ابنتي فوراً. نهبون أشرار أقوياء، إلى أين سيذهبون؟ أعرف الرد، إلى مصير مؤسف. لحظة ساخنة. عمر، أهذا أنت؟ زهرة؟ أيها الوحش
الوردي العينين. حين أراك سأوسع جسمك الطباشيري باللكمات من هنا إلى دمشق. هيا أرني أحسن ما عندك. في يوم ما سأتعلم أن أغلق فمي الثرثار. تأخروا كثيراً، هل من الأفضل أن نتبعهم؟ أظن ذلك. حسناً، إلا إذا كان المطلوب أن نبقى هنا حتى نراقب المكان ونحمي ظهره حتى يعود هو والآخران. هذا ما كنت أفكر فيه بالتحديد، لا شك في أنه مسيطر على الموقف. لا مانع من أن يأتي من ينقذني الآن. أين الغبيان؟ صرت أنحف. أين عمر؟ لقد افترقنا، استدرت فلم أجده. أنا آسفة، حاولت أن أجده. ليس خطأك، لنخرج من هنا. لا يمكن أن نتركه. لن أفعل، ولكن سأخرجك أنت أولاً. لن تنتهي اللعبة حتى أقرر أنا، أتسمعون؟ لا أحد يحب أن يخسر. كيف وصلت إلى هنا؟ بحكمة السنين، قد يضعف الجسد لكن العقل يزداد حنكة. هذا بيتي أنا وقواعدي أنا أيها المسن. ما زلت الأفضل. هذا هو المخرج؟ يجب أن نتأكد، فلا يمكن أن نتصور أي مصاعب تنتظرنا خارجه. لا تبتعدي، قد تكون خناجر أو رماح أو حتى. نافورة رائعة الجمال. هذا المكان محير جدا. هذا ليس مؤشرا جيدا. كيف أحطن تلك الألعاب المرعبة؟ لن نخبرك، وهكذا ستبقون هنا في السراديب لوقت طويل. أعني حتى تموتوا طبعاً. إذن ليس لوقت طويل. إذن هل تغير الموقف بسقوط الحجر؟ لا، سنصعد السلالم حتى نصل إلى السطح. إنها آمنة، صحيح؟ بالتأكيد. هل تذهبين أولاً؟ حسناً، حين تتحير حطم كل شيء. لا لا توقف توقف. هذا
سيوقفوها. لعبتي! لعبتي الجميلة! أظنها توقفت. أترين؟ لا خطر أبداً. حسناً، اذهب أنت أولاً. برؤية الشمس. ابقي هنا في أمان، سأعود أنا لعمر. كن حذراً. شيء لطيف. أبي! يا فتاة، حسابك سيكون عسيراً. وأنت، أتظن أنه يمكنك أن تخطف ابنتي وتهرب مني؟ أتركه يا أبي، أنا قررت الهرب. لا تتحدثي معي بهذه الطريقة، سآتي بالخيول وسأعيدك إلى البيت. ما الذي تفعله؟ هذا ما أعرضه عليك. أترك عمر كي أترك ابنتك. محاولة ظريفة يا فتى، لكنك لست بقاتل، لا تملك القدرة. ربما، ولكن أتعرف ماذا أملك وليس لديك؟ لدي أصدقاء. أنا آسف حقاً، كان علي أن أماطل لبعض الوقت. لا مشكلة. أنا آسفة، كان علي أن... بل أردت أن أفعل ذلك. تعجبني هذه الفتاة كثيراً. وأنا أيضاً. في يوم ما سيعود ليقاتلنا. أتعني أن... أننا يجب... لا! لن يتركك أبداً، لن تشعري بحريتك طالما كان موجوداً. ربما، ولكنه أبي. أتركه. كلكم أغبياء. حياتك غريبة عني، تسرق وتقتل وتدمر. لن أعيش هكذا أبداً، ولكن مهما يكن فأنت ما زلت أبي. اعتني بنفسك. من غير المقبول أن يستخدمك صلاح الدين رهينة. بدون شك، أعني هذا ليس من طبيعتي. أين ستذهب بها؟ أعرف أقاربها، ستعيش معهم وتبتعد عنه، وهناك ستبدأ حياة جديدة، فالقدر يخفي لها مصيراً رائعاً، وكذلك أنت. عدنا لهذا، نصيب مدهش، دور عظيم، ولكنك لا تقول لي أي تفاصيل. أتعرف بما يصفون من يتكلم كلاماً مبهماً غامضاً؟ ملهم؟ بل مزعج جداً. قل لي صراحة، ماذا تظنني سأصير؟ ستصير قائداً عظيماً، وتوحد الأمة، وتقوم بطرد أعدائنا من البلاد، وتصبح يوماً سلطاناً. حسناً، قل ما تشاء. لكن يا صلاح الدين،